لاحظوا عندي ها هو مستوي وها هو مستوي. الأول هذا له شعاع ناظمي وهذا له شعاع ناظمي آخر نسميه مثلا انفتح. لاحظوا ماذا يشكلين بينهم؟ يشكلين بينهم يعني هكذا منحاهم يعطينا ماذا؟ زاوية قائمة. ماذا يمكن أن نقول؟ نقول معناه أنهما كذلك شعاع متعامد، يعني آن سلمي آن فتحة نجدهم يساوي الصفر. إذا وجدناهم يساوين الصفر فالمستويان متعامدان. إذا يكون مستويان متعامدان إذا كانت الأشعة بين أشعتهما متعامدة، يعني الجداء السلمي يساوي الصفر. ويكون مستويان متوازيان إذا كانت الأشعة متوازية، يعني مرتبطة خطية فقط. ها هو أمامكم، كم وجدنا؟ وجدنا صفر، لأن الشعاع الناظم لهذا هو لو سميناه أن فتحة هو واحد واحد واحد، قيم التي مضروبة في إكس وإيغراك وزد. ملاحظة فقط، لو كان عندكم مثلا هذا المستوي يساوي الصفر، هذا مستوي، ما هو شعاعه الناظمي؟ احذروا، شعاع الناظمي القيمة التي مضروبة في إكس هي واحد، وإيغراك لا يوجد، وزاد لا يوجد، هذه هي معادلة الشعاع الناظمي لهذا المستوي. احذروا، لو قال زاد يساوي الصفر، ما هو؟ أن يساوي الإكس لا يوجد، إيغراك لا يوجد، الزاد ما هو؟ مضروب في ماذا؟ في واحد، هذا هو الشعاع الناظمي. احذروا من ذلك. نأتي إلى سؤال، أعطي تمثيل وسيطي للمستقيم دلتا فتحة تقاطع بي وأ بي سي. بما أنهما متعامدان هما ماذا؟ هما متقاطعان. إذا بما أنهما متعامدان هذا وهذا متعامدان يعني هكذا، فهما متقاطعان وفق ماذا؟ وفق مستقيم. كيف أستخرج تمثيله الوسيطي؟ بكل بساطة نقول نضع مثلا نضع مثلا Y يساوي T، أو ضع Z يساوي T فقط. الآن مثلا قمنا بوضع مثلا Y يساوي T، ماذا تعطي لكم؟ 2X ناقص 3 T فتحة زائد Z ناقص 1 يساوي 0، وماذا؟ وX زائد T زائد Z ناقص 1 يساوي 0. الآن إيجاد ماذا؟ إيجاد X وزاد بدلالة T. ماذا الآن كيف أفعل؟ ما رأيكم بضرب هذه المعادلة مثلا في ماذا؟ في ناقص 1 حتى نتخلص من زاد، ماذا تعطي لكم؟ لاحظوا تعطي لكم، سأكتب هذه الأولى 2X ناقص 3 T فتحة زائد زاد ناقص 1 يساوي 0، والثانية ماذا تصبح؟ تصبح ماذا؟ قل ضربها في تصبح ناقص X ناقص T فتحة ناقص زاد زائد واحد يساوي الصفر. بالجمع هذا يذهب، ماذا تعطي لكم؟ إكس وهذا مع هذا ناقص أربعة تي فتحة وهذا مع هذا صفر، يصبح إكس ماذا يساوي؟ ها هو أمامك، يصبح أربعة تي فتحة. ها هو بقي لنا الزاد، نقوم بعملية تعويض مثلا هذه القيمة مثلا هنا، عوضها مثلا هنا، عوضها هنا، يبقى ما هو المجهول؟ يبقى هو المجهول هو زاد. نستنتج أن هذا هو التمثيل الوسيطي بكل بساطة، لكن احذروا من هذه الحالات الخاصة، يوجد حالات خاصة صعبة أن تعين لها تقاطع. يعني لو أعطينا هذا المستوي X يساوي الصفر وإيغراك يساوي الصفر، هذا مستويان وهما متعامدان، لو تلاحظون لاحظوا ها ان يساوي واحد صفر صفر، وهنا مثلا ان فتحة الذي هو صفر واحد صفر، لان الاكس لا يوجد والايغراك لا يوجد والزاد لا يوجد والاكس لاحظ هذا سلمي، هذا ان سلمي ان فتحة، هذا في هذا صفر زائد هذا في هذا صفر زائد هذا في هذا صفر، فهما متعامدان، يعني ان يعامد ان فتحة، فهما يتقاطعان وفق ماذا؟ مستقيم. كيف استخرج تمثيله الوسيطي؟ بكل بساطة، تمثيل الوسيطي لهذا المستوي لهذا المستقيم الذي ينتج عليهما، لأنه هذا يعني مثلا كمثل هذا وماذا؟ وهذا. ها هو المستقيم الذي ينتج بينهما هذا، أو ربما هذا، هذا ومع هذا يعطينا لكم هذا. المهم بكل بساطة لاحظوا إكس كم؟ صفر. وإيغراك كم؟ صفر. إذا مباشرة نقول زاد يساوي تي،
هذا هو التمثيل الوسيطي حيث T ينتمي إلى R. إذن هذا هو الشعاع، هذا هو التمثيل الوسيطي المستقيم الناتج عن هاتلك هذان المستويان، حيث شعاعه التوجيه هو صفر. شعاع التوجيه اللي سميناه V، سميناه V، صفر صفر واحد. لو أعطانا مثلا X يساوي الصفر وزاد يساوي الصفر، هما متعامدان، ما هو التمثيل الوسيطي المستقيم؟ هو هذا، و Y يساوي T. هذا هو التمثيل الوسيطي المستقيم الناتج عنهما. نكمل، نأتي إلى السؤال الذي جاء بعده. قال عين بعد النقطة، بعد النقطة عن مستوي. الأولى عن مستوي، هاي بعد النقطة عن مستوي تعلمون بالقاعدة، عندكم مستوي وعندكم كل شيء، أن المستوي ها هو المستوي بي، وهاي النقطة ماذا؟ دي. قوموا بالتعويض فقط تجدون هذا. ثم استنتج المسافة بين ماذا؟ دي وماذا؟ ودلتا. استنتاج مسافة بين نقطة ومستقيم، لأن لا يوجد لنا قانون، يوجد لنا قانون بعد نقطة عن مستوي، أما بعد نقطة عن مستقيم لا يوجد، تستنتج فقط. نتابع، لاحظوا، وجدنا البعد هذا هو، ننتبه، لاحظوا، ها هو المستوي ABC وهو المستوي P. انتبه فقط، هذه المسافة عندنا، هذه المسافة دي عندنا، وهذه دي فتحة عندنا التي هي ماذا؟ هذه المسافة بين ماذا؟ هذه دي هي المسافة بين النقطة دي والمستوي P، ها هي. وهذه المسافة ما هي؟ هي اللي سميناها دي اثنان أو دي فتحة، ما هي؟ هي بعد النقطة دي عن ماذا؟ عن مستوي أبي.